خلال العقدين الماضيين أحرز المغرب تطوراً ملحوظاً فيما يخص النهوض بحقوق المرأة. الدورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم المنعقد تحت شعار المرأة فاعل قوي في التنمية بالمغرب، سلط الضوء على المجهودات المبذولة من أجل منح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع. كتعرفوا تقدم في أي دولة ازدهرت تيتم عبر العمل ديال المرأة، والعمل المرأة كيحتاج لسياسات من نوع جديد. قدرنا نتوصلوا في هذه السنة على مستوى الحكومة إلى اتفاق مع النقابات ومع أرباب العمل اللي الهدف ديالو هو بطبيعة الحال تدعيم العمل ديال كل شرائح المجتمع والمرأة بالخصوص. برنامج هذه الدورة تمركز حول ثلاثة محاور تتعلق بالإدماج الاقتصادي للنساء وتعليمهن وتكوينهن ومكافحة جميع أشكال العنف التي يتعرضن لها. هذه المرحلة تعتبر مرحلة أساسية في هذه المبادرة التي مكنتنا من إدماج أزيد من 140 ألف فتاة في التعليم الأولي على مستوى أزيد من 10,000 جماعة قروية. المسؤولون ناقشوا مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها النساء وطرحوا حلولا لتصحيح هذا الوضع والتي سيتم أجراءتها قريباً.